السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا أخي رد السلام مستوفى أنت، لا إذا حييتم بتحية في حي بأحسن منها وردوها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك شوية. طيب ارفع صوتك. بخصوص لو شخص مقيم خارج السعودية ومحتاج يعمل عمرة، فراح السعودية وراح مكة وعمل عمرة وخرج بعد كده المسجد التنعيم وأحرم تاني، هل دوت يجوز ولا إيه؟ يعني هذا تكرير العمرة من التنعيم رايح جاي رايح جاي للتنعيم، إن سألت هل ثبت هذا عن رسول الله أقول لك لم يثبت هذا الصنيع عن رسول الله، لذلك العلماء مختلفون فيه وأكثر أصحاب المذاهب على منع مثل هذا، لكن ما أستطيع أن أحرمه يعني.